سؤالكم وجيه على أساس أن بعض الرؤى المغرضة تسعى أن تقرن يعني العنف بالإسلام، وهو ما سعيت بدحضه بالقول بأن العنف والإرهاب ليس صنعا إسلاميا ميد إن إسلام، والحال أن هناك اتجاهات وظفت العنف ولا علاقة لها بالإسلام، منها طبعا الإيديولوجيات الشمولية ومنها اتجاهات أخرى. ولذلك يعني أنا أميل مثل ما قلت إلى طرح أوليفيروا الذي يقول بتطرف بناء على توظيف الإسلام، أو يعني الإسلاميزاسيون دو لا راديكاليتي عوض لا راديكاليزاسيون دو الإسلام. يعني هذا هو الطرح الذي أميل إليه، وأميل كذلك إلى ما قد يمكن أن ينجم عن هذا التوظيف من الإساءة إلى الإسلام أو ما يسميه فراد خسرو خوفار لانسوفاجمون دو لا ريليجيون. هذه هي الخطورة، ولكن أتفق بأنه سيكون من المغرض أن نعتبر بأن يعني العنف أو التطرف شيء لصيق بالإسلام، والحال أن هذا يفنده التاريخ. طبعا الموضوع الذي دعينا إليه هو حول ظاهرة محددة. طبعا نحن في مرحلة مفصلية أو تحول، العالم يشهد تحول، سلم الأولويات تغير، وقلت في مستهل كلمتي أن انسحاب الولايات المتحدة من أفغانستان يؤشر على تغيير. الأمريكيون يعتبرون بأن الحرب على الإرهاب وما يسمونه وحول أو يعني الخوف أو التخويف يعني لم يعد يحظى بالأولوية، والحال أننا نشهد الآن معطى جديد، لأن حينما كتبت الكتاب لم تكن هناك الحرب الروسية الأوكرانية، وهذا معطى مهم الذي يعني غير المشهد السياسي وغير كذلك سلم الأولويات.